Doch Millionen Menschen sehen sich heute aufgrund von Krieg, Terror und Gewalt zur Flucht gezwungen. بابا دفع فلوس كتير للمافيا في تقريبا 5000 6000 دولار. في برميل البازوت جنبي انفجر لبيت. الله شوي الله شوي نتعلم. بس الحرب كتير كبرنا كتير شغلات. أول شي فكرت إنه بس المشكلة نطلع البحر.